سميرة درويش الدهني، عاشت بسوريا 30 سنة وجيت هلا رجعت على بلدي. قاعدة عند شخص يعني عنده الأرض معطيني بيت مؤقته، هلا ما بنعرف أي يوم أي ساعة أي هيدا بيقلنا بده إياه، ما بنعرف. أنا خايفة إنه يطلبوها للأوضة ونصير برا بالشارع، إنه ما عندنا قدرة نستأجر. يعني إذا تدبر البيت كتر الله خيره. يعني البيت مهم قبل كل شيء. المعيشة الله بدبر الواحد، يعني ساعات هيك ساعات هيك، ربنا خلق عبده ما قطع فيه، بينام الحمد لله شاكر الحمد لله. يعني بس يعني في بيئة ما بقول لك لا. وضع الصحي تعبانة، تعبانة كل شيء. يعني والله نحمي اللي فيني امشي واحكي على حالي حياتي. يعني جميع الأدوية المزملة باخدها، يعني القلب، الضغط، الكوليسترول، وعندي وجع بطن من تحت السفر كمان على طول بقضي منه، اجالك التهابات يمكن ثانية بولية كمان بحس بتعب منه، بس هذا ما فارقة. يعني المهم انه الضغط والقلب يكون منيح. عندي عم باخذهم أدوية. ابني مريض نفسيا هيك وهيك، بصير معه ايام ما احلى بتحسي وايام هيدا، هلا صاروا كم يوم عدل. والله الله هو ما بيقطع. يعني المهم كتر الله خيركم، اللي بده يعمل خير يعني كتر الله خيره. يعني المهم البيت المأوى كمان اذا في بتمنى، لانه هون ما بنعرف اي ساعه بدنا نطلع.